تمام يا باشمهندسين، سامعني كده؟ تمام، تمام يا يا باشا. باشمهندس. قلنا اول حاجه احنا هنجيبها ايه؟ قلنا لازم نجيب الام في والار في، تمام. طيب الام في ده هندسه هنجيبها ازاي؟ ما هو قال لك هو هندسه، قال لك ان الركن بتاع المبنى بيبعد كام؟ قال لك بيبعد 36، بس بيبعد 36 في قدم ده عن ايه؟ قال لك عن السنتر لاين بتاع الكيرف، يعني بيبعد 36. يعني لو جينا نرسم مثلا الرسمه بتاعتنا كده، قال لك ان الركن ده بيبعد كام؟ بيبعد 36 عن السنتر لاين، تمام. وقال لك ان ده عباره عن كام؟ عن 4 حارات. طب هندسه هو هنا ما قاليش الحاره كام؟ ما احنا عارفين يا هندسه ان الحاره المناسبه كام؟ كنا خدناها في اول سيكشن، الحاره كام؟ 12 قدم. يعني لو رجعت لاول سيكشن كده كنا قايلين ان الحاره كام؟ كنا قايلين ان عرض الحاره ديت 12 قدم، تمام. طيب يبقى انا اجيب الام ديت، الام ديت قلنا لحد فين؟ من الركن لحد منتصف الحارة الداخلية، تمام. ودول 4 حارات قلنا هنطرح كام؟ هنطرح منها حارة ونص، تمام. حارة ونص اللي هم كام؟ اللي هم 18 قدم. يبقى الام ديت هتساوي ايه؟ هتساوي 36 ناقص 18 قدم. طيب الار في، قلنا الار في دي برضه نص القطر الحاد منتصف الحارة الداخلية، هتساوي الار ناقص برضه كام؟ ناقص 18 قدم. يطلع عندنا ان الار في ب 302، تمام. طيب عايزين نجيب بقى بعد كده الايه؟ هنجيب الاستوبنج سايد ديستانس. هنجيبها منين؟ قال لك عندنا الحاجتين هنجيب منهم، يا اما التشارت. يعني احنا هنا عندنا معانا الام ومعانا الار. معانا الام بكام يا هندسه؟ ب 18، تمام. نيجي هنا كده نيجي هنا هندسه الام بكام؟ الام ب 18، يعني دي 15 16 17 18. نيجي هنا كده ونطلع ايه؟ ونطلع راس كده هندسه، تمام. طيب عندنا الار في بكام؟ الار ب 302، تمام. نيجي هنا عند ال 300 دي 100 قدمتين، ادي 300، تمام. 302 يعني تقريبا هنا كده، تمام. هتيجي بص هتلاقي الاثنين بيتقاطعوا ما بين ايه؟ ما بين الاس ب 200. الام دي هندسة عمودية على السنتر لاين، بتقول ايه هندسة؟ بتقول ايه هندسة؟ مش سامعة. الام عمودية على سنتر لاين الحارة. عمودية على سنتر لاين الحارة. اه يعني باخدها من العائق هو المسافة العمودية لحد سنتر لاين. ايوه تمام. طيب قلنا هنحددها ازاي؟ قلنا عندنا طريقتين اتنين عشان نحدد الاستوبنج سايد ديستانس، تمام. قلنا يا اما التشارت، تمام. قلنا هنيجي هنا عند الام نطلع كده راسي، ونيجي هنا عند الار ندخل افقي. هنجيب النقطه هنا ما بين الاس ب 200 وما بين الاس ب 250، تقريبا بالشبه كده هتطلع معانا ان الاس بكام؟ بتقريبا 220، تمام. دي الطريقه. الطريقه الثانيه ان احنا نعمل ايه؟ ان احنا معانا العلاقه هي الام بتساوي الار في 1 ناقص كوزين 68 في الاس على الار. ما احنا معانا الام يا هندسه ومعانا الار، يبقى مجهول معانا مين؟ مجهول معانا الاس. نحسب من هنا الاستوبنج سايد ديستانس. طيب هيطلع معانا الاستوبنج سايد ديستانس بكام؟ ب 220. ما احنا عندنا الاستوبنج سايد ديستانس كان بيساوي كام؟ 1.47 من 100 في الفي في التي زائد الفي سكويرد على 30 في الفريكشن ناقص او زائد الجريدينت، تمام. طيب نيجي نعوض هنا التي، هو مش مديها لنا، قلنا المره اللي فاتت هنفرضها بكام؟ هنفرضها ب 2.5، تمام. طيب الفريكشن قلنا برضه هنفرضه ب 35 من 100. طب الجريديانت، هو هنا مديك الجريديانت بكام؟ ب 5%، تمام. طيب 5% هندسه هو قال لي هنا صاعد ولا هابط؟ ما قاليش لا صاعد ولا هابط. يبقى انا كريتيكال بالنسبه لي انه يكون ايه؟ كريتيكال بالنسبه لي ان هو يكون هابط عشان يزود لي السبنج سايد ديستانس، تمام. طيب يبقى اجي هنا احط ال 5% دي بكام؟ بسالب 5%، يطلع معايا ان الفي بكام اللي انا عايزها؟ هتطلع ب 30 ميل في الساعه. يبقى اجي هنا عند بدايه المنحنى كده اكتب ان السرعه عندي هنا لا تزيد عن 30 ميل في الساعه. باشمهندس لو سمحت، اتفضل يا باشمهندس. ممكن بس حضرتك تقولي حسبت الام والار في ازاي؟ الام يا باشمهندس احنا قلنا الام ديت المسافه منين؟
قلنا المسافة من الركن بتاع المبنى اللي هنا ده أو الركن بتاع العائق لحد السنتر لاين الحارة الداخلية، تمام؟ يعني لحد السنتر لاين بتاع الحارة الداخلية بالنسبة لي، لأن إحنا قلنا الكريتيكال بالنسبة لنا هي الحارة الداخلية. أنا لو العربية جاية من هنا هتبتدي أنهي واحدة فيهم الرؤية بالنسبة لها صعبة؟ أكيد أقرب واحدة بالنسبة للعائق. فإحنا قلنا الكريتيكال بالنسبة لنا هنشتغل على منتصف الحارة الداخلية دي، تمام؟ وقلنا الإم ديت المسافة من الكورنر بتاع المبنى أو الكورنر بتاع العائق لحد سنتر لاين الحاره الداخليه، وقلنا الار في ده منتصف القطر لحد سنتر لاين الحاره الداخليه، تمام؟ طيب هو هنا في المساله قايل لنا ايه؟ هو قايل لك هنا ان الكورنر اوف بيلدينج ال 36 قدم فروم سنتر لاين من السنتر لاين الكيرف، يعني هو هنا قال لك ان الكورنر ده بيبعد 36 قدم عن السنتر لاين الكيرف، تمام؟ طيب احنا عايزين ايه؟ احنا عايزين المسافه من الكورنر دي لحد سنتر لاين الحاره الداخليه لحد هنا، تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا دول 4 حارات، يبقى هنطرح كام حاره؟ هنطرح حاره ونص عشان اوصل لهنا، يعني هو سنتر هو لحد هنا، احنا عايزين نجيبه لحد السنتر لاين ده، يبقى هنطرح قد ايه؟ هنطرح ده حاره ونص الحاره دي، تمام؟ طيب الحاره عرضها كام؟ الحاره عرضها 12 قدم، تمام؟ دي خدناها في اول سيكشن ان عرض الحاره 12 قدم، تمام؟ يعني لو ما ادانيش عرض الحاره كام؟ انا بفرضها 12 قدم، تمام؟ يبقى هطرح من ال 36 دي كام؟ 12 اللي هي عرض الحارة دي ونص الحارة التانية 6 كمان يبقوا 18، تمام؟ يبقى الام هتساوي كام؟ هتساوي 36 ناقص 18. معايا يا باشمهندس؟ ايوه يا باشمهندس، مع حضرتك. تمام كده يعني ولا في مشكلة؟ لا تمام. طب معلش الار في. طيب الار في بقى، الار في نفس الحكاية بالظبط. الار احنا قلنا الار ده لحد منتصف الحارة الداخلية، تمام؟ طيب هو هنا مدين الار الكلية بكام؟ ب 320، يعني منتصف لحد السنتر لاين. طيب انا عايز اجيب الار في، يبقى الار في هتساوي هنطرح منها برضو كام؟ حاره ونص علشان اوصل لنص القطر، تمام؟ يبقى اطرح منها برضو نفس الحكايه 18. يبقى انا تمام. معايا الام ومعايا الار في، اروح منهم اجيب الايه؟ الاستوبنج سايد ديستانس. ومن الاستوبنج سايد ديستانس هجيب السرعه اللي المفروض يمشي عليها، اللي المفروض يمشي بيها على المنحنى ده، بحيث ان هو يحقق لي الاستوبنج سايد ديستانس دي، تمام، شكرا. تمام؟ تمام. طيب ده كان اول مطلوب، اللي هو بيقول لك ايه؟ ذا هاي واي هاز نو ميديان، يعني ما فيش جزيره في النص، تمام؟ طيب هندسه قال لك لو في جزيره في النص بقى 8 قدم، ايه اللي هيختلف بالنسبه لي؟ يعني لو في جزيره جت في النص هنا، تمام، الطول بتاعها 8 قدم، كل اللي هيختلف بالنسبه لي حسبه الام والار في. هتختلف ازاي؟ قال لك اهو يا هندسه، احنا لو في هنا جزيره في النص 8 قدم، يبقى السنتر لاين راح لفين؟ زاد كمان 4 قدم هنا، جه في نص الجزيره. انا سنتر لاين الطريق هيبقى في نص الجزيره هنا، يبقى الام هتساوي ايه؟ هتساوي ال 36 كلهم، هنطرح منهم الحاره ونص، ونطرح كمان 4 قدم لحد ما اوصل للسنتر لاين، تمام؟ يبقى الام هتساوي ايه؟ هتساوي ال 36 ناقص 22 قدم. ال 22 قدم دول اللي هم ايه؟ اللي هم ال 4 قدم لحد ما وصلت للطريق، ال 4 قدم بتوع الجزيره، وحاره ونص من الطريق لحد ما وصلت للسنتر لاين الحاره الداخليه، تمام كده؟ حد عنده اي مشكله؟ تمام. يبقى الام هتساوي ايه؟ هتساوي 36 ناقص 22، قلنا ال 22 دول اللي هم ايه؟ اللي هم الاربع قدم بتوع نص الميديان، نص الجزيره، زائد 18 اللي هو حاره ونص من الطريق لحد ما وصلت للسنتر لاين الحاره الداخليه، تمام؟ جبت من هنا الام هتطلع ب 14 قدم. الار في نفس الحكايه، اللي هو نص القطر ناقص ال 22 اللي هم الاربعه بتوع الجزيره، وال 18 بتوع الحاره ونص الداخل الحاره ونص لحد ما وصلت للسنتر لاين الحاره الداخليه، تمام؟ طلعت اللي هنا الار في هتساوي كام؟ 298. منهم احسب ايه؟ احسب الاستوبنج سايد ديستانس من منحنى او من العلاقه. بعد ما جبت الاستوبنج سايد ديستانس هحسب منه الايه؟ هحسب منه السرعه. محتاج انه يمشي بكام؟ بسرعه 28 99. يبقى اجي هنا مثلا على بدايه المنحنى واقول مثلا السرعه لا تتجاوز مثلا 28 ميل في الساعه، تمام كده يا باشمهندسين؟ حد عنده اي مشكله؟ ده كده تطبيق الايه؟ تطبيق السومنج سايد ديستانس على الهوريزونتال كير. نيجي بعد كده على السوبر اليفيشن، تمام؟ طيب السوبر اليفيشن يا هندسه احنا قلنا ايه؟ قلنا ان العربيه وهي ماشيه على الهوريزونتال بيتاثر عليها بقوه طارده مركزيه، تمام؟ فالقوه الطارده المركزيه عايزه تقلب العربيه ناحيه، عايزه تقلبها ناحيه بره،
فاحنا قلنا احنا هنعمل ميل في الطريق علشان نعمل اتزان للقوة، تمام؟ طيب النقطة اللي هي الوطي ديت ناحية ناحية ده جوه ولا ناحية بره؟ لا هندسة، العربية عايزة تتقلب ناحية بره، فاحنا هنعمل ميل بحيث ده يبقى الانر ايدج اللي هو الجزء الداخلي، تمام؟ وده الاوتر، تمام؟ يبقى ده داخل المنحنى وده خارج المنحنى. طب يا هندسة، هو الميل الطبيعي في الطريق كان عامل ازاي؟ احنا قلنا قبل كده ان الميل الطبيعي في الطريق كان كده. طب دلوقتي انا عايز اوصله ازاي؟ عاوز اوصله ان هو كله مايل كده. طيب يبقى احول من كده، من الطريقة دي للطريق بالميل ده ازاي؟ قالك عندنا هندسة 3 طرق هنحول بيهم الطريق من الشكل ده للشكل ده، تمام؟ طيب ديت علاقة احنا كنا طلعنا بيها المرة اللي فاتت من اتزان القوة ديت، وقلنا ان الار مينيمم هتساوي في سكوير على 15 الاي ماكسيمم زائد الاف ماكسيمم. الاي ماكسيمم ديت اللي هي ايه؟ اللي هي اقصى سوبر اليفيجن انا عايز اوصل لها، تمام؟ يبقى الاي ماكسيمم ديت اللي هي اقصى سوبر اليفيجن انا عايز اوصل له. طيب يا هندسه، هو كان الميل الطبيعي اصلا للارض كام؟ كان الميل الطبيعي للطريق كام؟ لو تفتكر احنا كنا خدناها في السكشن الاولاني، كنا فرضناها اللي هو كان من نص ل 2.5%. احنا هنا هنفرض ان احنا شغالين على ان الميل الطبيعي ليها للطريق 2%، وقلنا احنا كنا بنعمل الميل ده هندسه ليه؟ علشان المطر، تمام؟ يبقى الطريق كان بيميل بالنسبه كام؟ ب 2%. احنا بقى عايزين نوصل لكام؟ عايزين نوصل للاي. طب الاي ديت اللي هي كام؟ الاي دي اللي احنا هنجيبها من هنا، لو احنا عندنا الار وعندنا الفي اللي هو ماشي بيها، هنعرف نجيب الاي اللي هي اقصى اي نقدر نوصل لها، تمام؟ يبقى كل اللي احنا عايزين نعمله، عايزين نوصل من ميل 2% لميل اسمه اي، تمام؟ طب ده هنعمله ازاي؟ قالك احنا عندنا والله 3 طرق. اول طريقه يا هندسه اللي احنا نلف حوالين السنتر لاين، يعني نلف الطريق ده حوالين ايه؟ حوالين السنتر لاين، تمام؟ طيب هنلفه ازاي حوالين السنتر لاين؟ بص معايا يا هندسه، اول حاجه الطريق كان عند قطاع مثلا قبل بدايه المنحنى وقبل ما نعمل اي حاجه، كان الميل الطبيعي للطريق عند سيكشن ايه ده كان الميل الطبيعي بتاعه، تمام؟ وقلنا ان الميل ده كان كام؟ عباره عن كام؟ عن 2%، تمام؟ طيب تبقى المسافة مثلا اللي هي من هنا لحد هنا لو سميناها سي، المسافة سي ديت هتساوي ايه؟ مش ده هندسة نص عرض الطريق اللي هو الدبليو؟ الحتة دي مش نص عرض الطريق، والحتة دي نص عرض الطريق، تمام؟ يبقى السي دي هتساوي ايه؟ هتساوي الميل في نص عرض الطريق، يعني لو الطريق ده حارتين يبقى هيساوي 2% في الدبليو، تمام؟ طيب لو الطريق ده 4 حارات يبقى هيساوي 2% في 2W، تمام؟ يبقى المسافة الرأسية ديت هتساوي كام؟ هتساوي الميل بتاع الطريق اللي احنا عرضناه اللي هو 2% في عرض نص عرض الطريق، تمام كده؟ طيب بعد كده الميل الطبيعي هو ده، احنا عايزين نوصل لإيه؟ احنا عايزين نوصل إن هو كله يبقى مايل، تمام؟ بميل اسمه إيه، تمام؟ فقال لك احنا أول طريقة بالنسبة لنا اللي هو الميل حوالين السنتر لاين. يبقى اول حاجه احنا عايزين نعمل ايه؟ ده الانر ايدج وده الاوتر، يعني ده الانر وده الاوتر، احنا عايزين نلف بحيث ان الاوتر هو اللي يكون ايه؟ هو اللي يكون عالي. فهنبتدي نحرك الاوتر. بالنسبه لنا اول حاجه ان الاوتر هيفضل يتحرك لحد ما يوصل لميل صفر، لحد ما يبقى في نفس المنسوب السنتر لاين، تمام؟ بعد كده هيتحرك لحد ما يوصل للمنسوب العادي اللي هو ال 2%. يبقى دي مسافه، المسافه دي من هنا من السنتر لاين هنا لحد هنا اسمها ايه؟ تبقى اسمها لسه سي زي ما هي، لان الميل 2%، والمسافه من هنا لحد هنا اسمها ايه؟ المسافه دي اسمها ايه؟ اسمها سي برضو، تمام؟ بعد ما وصل للميل الطبيعي كله اللي هو الاوتر والانر، وصلوا للميل الطبيعي اللي هو ال 2%، يبتدي يلف بقى لحد ما يوصل للايه؟ للاي. طيب تبتدي انك تاخد المسافه من السنتر لاين لحد هنا، هل هي نفس المسافه اللي هنا؟ لا، ليه؟ لان الميل اتغير، الميل بقى بالنسبه لي اسمه ايه؟ تمام؟ يبقى المسافة اللي من هنا لهنا هنسميها وليكن S، تمام؟ فالإس ده هيساوي إيه؟ هيساوي الـ E في نص عرض الإيه؟ في نص عرض الطريق، تمام؟ يبقى المسافة دي الإس اللي هي الـ E، لأن الميل اتغير بالنسبة لي في نص عرض الطريق، تمام؟ يبقى إحنا عايزين نعمل إيه؟ إحنا عايزين نلف الطريق كله، تمام؟ حوالين السنتر لاين. يبقى مين اللي ثابت بالنسبه لي؟ اللي ثابت السنتر لاين، وانا بلف حواليه. طب هلف حواليه ازاي؟ انا عايز اوصل من الميل الطبيعي ده لميل الطريق كله، تمام؟ بميل اسمه ايه؟
تمام. فهبتدي الف الاوتر، بالنسبه لي اول حاجه الاوتر هيبتدي يلف لحد ما يجي في منسوب السنتر لاين، بعد كده يبتدي يلف لحد ما يوصل للميل الطبيعي، كل الطريق كله يبقى بالميل الطبيعي اللي هو الاتنين من 100. بعد كده يبتدي يلف الاوتر، يبتدي ينزل اللي هو الانر، يبتدي ينزل لتحت شويه، والاوتر يطلع لفوق شويه لحد ما اوصل للمنسوب الايه، لحد ما اوصل لمنسوب الايه. تمام. طيب تيجي ده كده قطاع عرضي في الطريق، طب تيجي نرسمه كده قطاع طولي. تعالى هندسه ناخد بالنسبه لنا واحده واحده. اول حاجه مين اللي ثابت بالنسبه لي؟ اللي ثابت السنتر لاين، يبقى اخد خط افقي كده، سنتر لاين مش هيتغير بالنسبه لي. تمام. طيب نيجي ناخد مثلا اول حاجه الانسايد ايدج. تمام. عند القطاع اللي هو الايه ده، الانسايد ايدج كان فين؟ كان بيبعد في كان بيبعد كام؟ بارتفاع اسمه سي عن السنتر لاين، صح؟ مش احنا قلنا المسافه دي اسمها سي، يبقى هو بيبعد كام عن السنتر لاين؟ بيبعد مسافه اسمها سي. طيب تعالى كده عند القطاع بي، الانسايد ايدج فين؟ الانسايد ايدج تحت اهو، لسه بيبعد عند مسافه كام؟ عند مسافه سي، يبقى هنا نفس المسافه. تمام. طيب نيجي عند عند القطاع سي، لسه برضه هندسه تحت عند عند مستوى كام؟ على ارتفاع كام؟ على ارتفاع السي، يبقى لسه هو نفسه زي ما هو افق. بدأ من بعد القطاع سي يبتدي ينزل لتحت علشان نوصل عشان نوصل للميل كام؟ الاي. يبقى هنا نبتدي يوصل لحد ما يوصل هنا، تبقى المسافه دي كام قلنا؟ المسافه دي اس، يبقى ينزل من السنتر لاين مسافه اس، وابتدي اوصل يا هندسه من هنا، ده كان ماشي افق لحد هنا، وبعد كده نزل لحد منسوب الاس. تمام. طيب تعال نشوف الاوت سايد ايدج. الاوت سايد ايدج عند القطاع ايه؟ كان في نفس المنسوب بتاع الانسايد ايدج، كان بيبعد برضو مسافه سي. طيب اول ما جه عند القطاع بي بقى في نفس عند نفس الايه، عند نفس المنسوب بتاع السنتر لاين. طيب لما وصل للقطاع سي ارتفع عن السنتر لاين مسافه ايه؟ مسافه اسمها سي. تمام. وبعد كده فضل يعلى لحد ما وصل للمسافه اس، علشان يحقق لي الايه، السوبر اليفيشن اللي هو الايه. تمام. فنيجي في الاخر كده عند القطاع ايه، هنطلع مسافه الاس. بعد كده هو هيثبت على طول الايه، على طول المنحنى، وبعد كده يبتدي ينزل تاني، نعمل ميرور للايه، للشكل ده الناحيه التانيه. تمام. حد عنده مشكله في ده؟ باشمهندس لو سمحت، هو فين الاوتسايد ايدج اصلا وفين الانسايد؟ هو اصلا الكلام ده ان انا مش متخيله هو بيتنفذ ازاي اصلا. طيب بص يا باشمهندس، ده بالنسبه لنا، ده بالنسبه لنا الطريق العادي. تمام. ده الطريق العادي اهوت بالنسبه لي. تمام. انا عايز اعمل فيه ايه؟ انا عايز، قلنا فوق هنا الطريق العادي اهوت بالنسبه لي. تمام. احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا عايزين نميل الطريق كله بالميل ده. تمام. لان العربيه بالنسبه لي كانت عايزه تتقلب لبره، فاحنا لما عملنا اتزان قوه قلنا ان لازم نميل الطريق. تمام. بحيث ان احنا نعمل اتزان قوه على العربيه اللي ماشيه. تمام. فاحنا عايزين نحول الطريق من الميل العادي ده للميل ده. تمام. فين الانسايد ايدج؟ الانسايد ايدج ده اللي هو الجزء الواطي ده، وده الاوت سايد. تمام. فاحنا عايزين نحول الطريق العادي بالنسبه لي من القطاع ده، يعني الطريق كان بالقطاع ده اللي هو الميل ده، ده مثلا ده لو طريق حارتين، فالحاره دي كانت جايه كده والحاره دي كانت جايه كده. تمام. انا عايز اخلي الطريق كله كده، اللي هم الحارتين كلهم مايلين كده. تمام. هو ده اللي احنا بنحاول نعمله. هنعمله ازاي؟ مش هنعمله مره واحده، يعني مش هنيجي مره واحده كده يبقى الميل الطبيعي بالنسبه لي كده، اقوم راح مره واحده بخلي الطريق كسره كده كله. تمام. فقال لك احنا هنلف واحده واحده. هنلف واحده واحده ازاي؟ عندنا ثلاث طرق. اول طريقه بالنسبه لنا اللي هي هنلف حوالين السنتر لاين، يعني احنا هنثبت السنتر لاين ونبتدي نلف الطريق حواليه. تمام. انت معايا لحد هنا مش باشمهندس؟ ايوه تمام مع حضرتك. تمام. نيجي بعد كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز الف الطريق. تمام. طيب فين الانسايد ايدج بالنسبه لي؟ مثلا الانسايد ايدج بالنسبه لي هو ده. تمام. والاوت سايد اهو، يعني انا لو جيت على الرسمه اللي انا عاملها دي كده، لو جينا على الرسمه دي، على الرسمه دي يا باشمهندس، ده بالنسبه لي اللي هو ده، ده الاوت سايد، يعني ده كده ده الاوت سايد. تمام. وده كده بالنسبه لي ده الانسايد، ده كده قطاع عرضي في الطريق، يعني الطريق اهوت ماشي اهو، انا خدت قطاع كده. تمام. بص كده. تمام. فده كده قطاع عرضي في الطريق. تمام. ده قبل ما ادخل على المنحنى، ده كان الميل الطبيعي بالنسبه لي. تمام. طيب انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اوصل للميل ده،
اللي هو ميل الطريق ده كله، اللي هو ده الاوت سايد وده الان سايد. يعني ده بالنسبه لي الايه، الاوت سايد اللي انا عايز اوصل له، ان انا عايز اعليه لفوق، وده الان سايد اللي انا عايز اخليه لتحت، اللي احنا قلنا فوق عليه ده. احنا قلنا هنا عايزين ده الان سايد وده الاوت سايد، تمام. طيب نعمل ايه؟ هنيجي بعد كده نبدا نلف الطريق حوالين ايه، حوالين السنتر لاين، تمام. يبقى مين اللي يبتدي يعلى؟ هيبتدي يعلى الاوت سايد، تمام. فهنبتدي نعليه مثلا عند قطاع بيه لحد ما نوصله في منسوب السنتر لاين. بعد كده يبتدي يعلى لحد ما يوصل للميل الطبيعي اللي هو الكام، اللي هو الـ2%، تمام، بس لفوق، تمام. بعد كده يبتدي يلف كله بقى، اللي هو الميل اللي هو الاوت سايد، يبتدي يعلى شويه، والاوت سايد يبتدي ينزل شويه لحد ما اوصل للميل اللي هو الاي، تمام. يبقى ده كله قطاع عرضي في الطريق، انا عمال اخد قطاعات في الطريق وانا ماشي، تمام. ده مجرد هنا انا وصلت لايه، وصلت كده للهوريزونتال كيرف. فيبتدي يبقى ثابت بالنسبه لي، الميل ده ثابت على طول الهوريزونتال كيرف، تمام، لحد ما ابتدي انزل تاني، اتحول ارجع للطريق العادي. فابتدي اعمل نفس الحكايه، ابتدي بقى انزل بقى بالعكس، ابتدي انزل، تمام، انزل بالاوت سايد شويه واطلع بالايه، بالانسايد، وبعد كده ابتدي انزل الاوت سايد لحد ما يرجع للميل العادي بتاع الطريق. معايا كده الحته دي؟ تمام يا باشمهندس، تمام. تمام، ده كده القطاعات العرضيه. طيب انا عايز اعمل ايه؟ عايز امثله على القطاع الطولي للطريق. يبقى اللي فوق ده بالنسبه لي ده القطاع الطولي في الطريق، تمام. ايه اللي ثابت بالنسبه لي وايه اللي انا بلف حواليه؟ هو السنتر لاين. فالسنتر لاين بالنسبه لي ثابت اهو، خط اهوت ما جيتش ناحيته، تمام. طيب اجي بعد كده امثل بقى الايه، الانسايد والاوت سايد. اجي هنا يا باشمهندس هاخد واحده واحده. الانسايد بالنسبه لي اول حاجه الانسايد، تمام. الانسايد عند القطاع ايه، كان بيبعد قد ايه عن السنتر لاين؟ كان بيبعد مسافه اسمها سي، صح، اللي هي المسافه الراسيه دي، تمام. يبقى كان بيبعد مسافه اسمها سي. طب نيجي عند القطاع بي، الانسايد اهو جوه، هو كان بيبعد مسافه قد ايه؟ هي نفس مسافه السي، تمام. تمام. نيجي عند القطاع سي، ده بيبعد قد ايه؟ برضه هي نفس المسافه، نفس مسافه السي. لحد ما بعد القطاع، بعد ما جينا عند القطاع سي، بدأ ينزل لتحت علشان يوصل لي للاي، تمام. بدأ ينزل لحد ما وصل لكام، لحد ما وصل للاي خلاص. فالمسافه دي اسمها ايه؟ المسافه دي اسمها اس، تمام. يبقى نيجي عند القطاع الاي ده، ينزل تحت مسافه اسمها اس، وابتدي اوصل بقى، ابتدي اوصل ده كده هو افق لحد هنا، وبعد كده نزل لحد الاس، وبعد كده هيمشي افق على كده، تمام، لحد ما يبتدي الطريق ينزل تاني. نبتدي نكرر نفس الحكايه دي كده بالظبط، تمام تمام. ده كده تمام الانسايد. طب الاوت سايد، الاوت سايد انا عايزه يعلى. طيب نيجي نشوفه كده هنا عند القطاع، عند القطاع ايه، كان برضه في نفس منسوب الانسايد اللي هو بيبعد مسافه سي، تمام. طيب عند القطاع بي، وصل لحد السنتر لاين، تمام، فبقى هنا عند السنتر لاين، تمام. طيب بعد كده عند القطاع سي بقى بقى اعلى من السنتر لاين بمسافه سي. طب لحد القطاع ايه بقى اعلى من السنتر لاين بمسافه اس. نقوم رايحين موصلين، هتلاقي ده جاي خط معاك خط مستقيم كده، تمام، وبعد كده مشي افقي. تمام يا باشمهندس، شكرا. طيب تمام كده، يبقى ده كده قطاع عرضي، ده كده قطاع طولي في الطريق، تمام. وعرفنا ان الارتفاع ده اسمه ايه، الارتفاع ده اسمه سي. طب السي ده بيساوي ايه؟ الميل في نص عرض الطريق. لو الطريق ده كان حارتين، فالدبليو ده بالنسبه لنا ايه، حاره واحده، تمام. طب لو كان 4 حارات، يبقى الدبليو ده حارتين 2، تمام كده. طيب نيجي للطريقه الثانيه، قال لك في الطريقه الثانيه ده هنلف حوالين الانسايد ايدج. يبقى اللي احنا هنلف حواليه هو الانسايد ايدج، تمام. ده القوانين اهوت الناس اللي احنا كنا بنتكلم عليهم، اللي هو السي اللي هي المسافه ديت هتساوي ايه، هتساوي الدبليو، وان الدبليو ده اللي هو نص عرض الطريق في 2%، 2% ده اللي هو ايه، اللي هو الميل الطبيعي بتاع الطريق. طيب الاس هتساوي ايه، هتساوي الدبليو اللي هو نص عرض الطريق في الاي، الاي دي اللي هي ايه، اللي هي سوبر اليفيشن اللي احنا عايزين نوصل له، تمام. طيب تعالى في الطريقه دي احنا عايزين نلف حوالين ايه، عايزين نلف حوالين الانسايد ايدج، تمام. هنلف حواليه ازاي؟ ده برضه نفس القطاع العرضي، ده كان الطريق في الاول، كان الميل بتاعه كده. طيب احنا عايزين نعمل ايه؟ احنا مثبتين مين؟ مثبتين الانسايد، مثبتين ده. فمين اللي هيبتدي يعلى؟ هيبتدي يعلى الاول سايد لحد ما يوصل للسنتر لاين، بعد كده يبتدي يعلى لحد ما يوصل للميل الطبيعي، بعد كده يبتدي الاول سايد لوحده هو اللي يعلى، لان احنا مثبتين الاول الانسايد. يبقى الاول سايد يبتدي يعلى لحد ما يوصل للسوبر اليفيشن بتاعه اللي هو الايه، تمام. طب ده كده القطاع العرض، تيجي نمثله في القطاع الطولي. هنيجي هنا عند ايه،
عند قطاع ايه ده، تمام؟ كان مين اللي ثابت بالنسبه لي؟ قلنا الاول الانسايد هو اللي ثابت بالنسبه لي، تمام؟ فده ما جيش ناحيته. طيب ابتدي امثل السنتر لاين، السنتر لاين عند القطاع ايه كان بيبعد كام؟ كان بيبعد مسافه اسمها سي. طيب عند القطاع بي كان بيبعد برضو مسافه اسمها سي. طيب عند القطاع سي نفس المسافه بيبعدها؟ لا. عند القطاع سي هيبتدي يعمل ايه هندسه؟ عند القطاع سي هيبتدي ايه؟ هيبتدي القطاع كله يميل علشان اوصل للمنسوب ايه؟ عشان اوصل للمنسوب ايه؟ اللي هو بيرتفع عن بيرتفع كام؟ ده بيرتفع بيرتفع مسافة اسمها ايه؟ مسافة اسمها اس، صح كده؟ طيب يعني بص يا هندسة، احنا معانا عند القطاع ايه؟ السنتر لاين كان بيرتفع كام؟ كان بيرتفع مسافة اسمها سي عن الانر، عن الانر ايدج، عن الانسايد ايدج، تمام؟ طيب عند القطاع بي هيرتفع مسافة اسمها كام؟ مسافة اسمها سي. طيب عند سي برضه نفس المسافة، تمام؟ اللي هي سي. من بعد سي هيبتدي يرفع القطاع كله لحد ما يوصل لايه؟ لحد ما يوصل للايه. يبقى عندي من قطاع اللي هو الايه ده هتبقى المسافة اسمها ايه؟ هتبقى المسافة اسمها اس. نبتدي نوصل بقى، يبقى سنتر لاين كده لحد افق كده لحد السي، بعد كده ابتدى يعلى لحد ما وصل للاس، تمام؟ طيب نيجي بقى على الاوت سايد اللي هو ده، عند القطاع ايه كان نفس منسوب الانسايد، كان هنا، تمام؟ طب عند بي بقى في نفس منسوب السنتر لاين، عندي يعني بيبعد عن الانسايد بقد ايه؟ بمسافة اسمها سي، تمام؟ طيب عند القطاع سي بدأ يعلى بمسافة 2 سي، يعني بدأ يبعد عن الانسايد بمسافة 2 سي، اللي هي سي لحد السنتر لاين وسي لحد الاوت سايد، يبقى بدأ يعلى بمسافة كام؟ 2 سي هنا، تمام؟ وبدأ يفضل يعلى لحد ما وصل لمسافة كام؟ المسافة دي كلها تبقى كام؟ تبقى 2 اس، اللي هو اس لحد السنتر لاين واس لحد ايه؟ لحد الاوت سايد. يبقى ناخد مسافة من هنا كده لحد فوق هنا كده، يعني مسافة كده من هنا لحد هنا دي كام؟ ديت 2 اس. يبقى ناخد مسافة 2 اس كده ونوصل للهندسة، يبقى هتوصل من هنا لحد هنا وتكمل على خط المستقيم طوالي، وبعد كده يثبت افقي، تمام؟ في حد مش فاهم الطريقة دي؟ باشمهندس بعد اذنك، هو انا بختار ما بين الطريقتين ازاي؟ ده على اساس الدوران انهي ناحية يعني ولا ايه؟ مش هقول فاهم. لك، هقول لك يا هندسة دلوقتي، أهم حاجة بس تمام تفهم معايا الثلاث طرق بس، دي مفهومة ماشي، يعني؟ انا فاهم تمام كده. نيجي على الطريقة الثالثة اللي هي الأوت سايد إيدج. إحنا هنلف حوالين مين؟ هنلف حوالين الأوت سايد المرة دي، تمام؟ يبقى إحنا مثبتين مين؟ مثبتين الأوت سايد. طيب نيجي على أول حاجة، ده القطاع، ده القطاع العرض أهوت. عند القطاع إيه كان الميل الطبيعي؟ بعد كده هنبتدي ننزل، هنبتدي ننزل السنتر لاين ونبتدي ننزل مين؟ الانسايد، لحد ما يوصل للسنتر لاين في نفس منسوب الاوت سايد، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي بنحرك في مين؟ بنحرك في السنتر لاين وبنحرك في الانسايد، تمام؟ بدأ ينزل السنتر لاين لحد ما وصل للمنسوب بتاع الاوت سايد بالنسبه لي، وبدأ الانسايد برضو ينزل بنفس الميل الطبيعي بتاعه، يعني المسافه دي من هنا لحد هنا كام؟ لحد هنا السي، تمام؟ طيب بعد كده السنتر لاين نزل مسافه السي، تمام؟ والانسايد نزل زي ما هو مسافه السي، يبقى الانسايد بيبعد عن الاوت سايد في الحته دي كام؟ بيبعد 2 السي، تمام؟ بعد كده يبتدي الانسايد ينزل لحد ما يوصل للميل الطبيعي بتاعي اللي هو الاي، تمام؟ لما ينزل للميل الطبيعي يبقى المسافه من هنا لحد تحت هنا كام؟ هتبقى 2 اس، تمام؟ اللي هي اس لحد السنتر لاين واس لحد الايه؟ لحد الانسايد. طب ده كده القطاع العرضي، طب تيجي نمثله في القطاع الطولي. اول حاجه مين اللي ثابت بالنسبه لنا؟ الاوت سايد. يبقى الاوت سايد خط مستقيم مش هنيجي ناحيته. نيجي بعد كده نمثل السنتر لاين. عند القطاع ايه كان السنتر لاين كان بيبعد مسافه اسمها سي عن الاوت سايد. طيب هنا عند القطاع بي بقى في نفس منسوب الاوت سايد، تمام؟ طيب عند القطاع سي كان نزل مسافه اسمها سي فبقى هنا كده. طيب استناه ينزل لحد ما وصل لمسافه اسمها ايه؟ لحد ما وصل لمسافه اسمها اس، ونبتدي نوصل الهندسه بايه؟ بخط مستقيم كده، تمام؟ طيب نيجي على الانسايد. الانسايد هنا عند القطاع ايه كان في نفس منسوب الاوت سايد، تمام؟ يعني على نفس الخط. طيب بعد كده عند المسافه بي نزل مسافه اسمها، نزل مسافه سي فبقى تحت هنا، تمام؟ بعد كده عند القطاع سي نزل مسافه اسمها 2 سي بقى هنا كده، تمام؟ بعد كده عند القطاع ايه نزل مسافه 2 اس، تمام؟ ونبتدي نوصل الهندسه بخط مستقيم كده، تمام؟ طيب
وقلنا السي هي دي، قلنا برضو القانون بتاع السي دبليو في 2%، والاس في دبليو في الاي. تمام، حد عنده اي مشاكل لحد كده؟ باشمهندس ممكن بيجي في الامتحان يقول لي ارسم لي الطرق واحدد له القوانين يعني وكده، ولا ايوه هو بيستخدمها في مسألة على طول مباشر؟ ده اكيد يا هندسه هيجي لك مطلوب ده، اكيد هيجي طب يقول لك ارسم لي مثلا مثل الطريق ده حوالين، مثلا هو ممكن يحدد لك يقول لك مثل حوالين السنتر لاين، حوالين الانسايد، حوالين اوت سايد، ده اكيد مطلوب في الامتحان. يعني اكيد اللي احنا بنشرحه ده تمام اكيد في امتحان. تمام، ده هتلاقيه في كل ماشي. امتحان. تمام، عشان كده بقول لك افهمها معايا، اللي عنده اي مشكله ممكن يقول اشرحها له تاني، مفيش مشاكل. تمام، طيب يا هندسة احنا هنلف حوالين الانسايد ولا هنلف حوالين الاوت سايد؟ قال لك والله مثلا لو عندي طريق كده، تمام، في جزيرة في النص وطريق رايح جاي، تمام، طيب الف ازاي؟ ده الميل الطبيعي بتاع الارض اهوت، وانا عايز الف المنحنى، ابتدي الفه ازاي؟ قال لك انا هلف كده، فابتدي الف هنا حوالين ايه؟ ده حوالين الانسايد ايدج بالنسبة لايه؟ بالنسبة للطريق ده، وده حوالين الايه؟ الاوت سايد ايدج بالنسبة للطريق ده. تمام، يبقى عرفت يا هندسه احنا امتى بنلف حوالين الانسايد وامتى بنلف حوالين الانسايد الاوت سايد. تمام. تمام، يبقى بنلف هنا ليه؟ احنا خدنا الطرق ديت لان احنا ممكن نوصل للطريق. كام طريقه دول؟ احنا مثلا عندنا طريق اهوت، تمام، الطريق متقسم في طريق رايح وفي طريق جاي، تمام، فانا عايز اميله، فبالنسبه للطريق اللي هنا ده هميل حوالين ايه؟ حوالين الانسايد، وهنا هلف حوالين ايه؟ حوالين الاوت سايد. طب لو هو طريق حارتين بس يا هندسه، طريق رايح جاي كده، والله بمزاجك بقى، شوف انت عايز تلف حوالين ايه، عايز تلف حوالين السنتر لاين، عايز تلف حوالين الانسايد، عايز تلف حوالين الاوت سايد، اللي انت عايزه. تمام، تمام طيب نيجي بعد كده لحاجه اسمها السبايرال كيرف. السبايرال كيرف ده هندسه اللي هو منحنى انتقالي، هينقلني من ان انا كنت ماشي على خط مستقيم لحد ما امشي على كيرف، على المنحنى. طيب المنحنى الانتقالي ده هندسه، المنحنى الانتقالي ده جزء منه هندسه على الخط المستقيم هنا، وجزء منه على السبايرال، على الهورزنتال كيرف. تمام، طيب يا هندسه المنحنى الانتقالي ده فايدته ايه؟ قال لك ده فايدته هندسه بيسهل لي عمليه الانتقال من الخط المستقيم ده للهورزنتال كيرف، ما جيش مره واحده. تمام، وبرضه بيسهل لي العمليه اللي انا بعملها دلوقتي دي، اللي انا بغير في الميول، ما ينفعش اغير مره واحده. تمام، فباجي اعمل سبايرال كيرف. السبايرال كيرف ده هندسه ده متغير القطر، يعني القطر مش ثابت. تمام، ببتدي بس ده منحنى انتقالي بالنسبه لي، بينقل من الخط المستقيم ده للمنحنى. طب ده احسبه منين؟ قال لك المينيمم لينس اوف سبايرال، يعني اقل طول بالنسبه للسبايرال، هيبقى هتاخد القانون ده اللي هو ال بيساوي 1.6 الفي سكوير على الار. تمام، طب ال ده اللي هو ايه؟ ده طول المنحنى الانتقالي اللي هو السبايرال. تمام، طب الفي ده المثلان للسرعه بالميل على الايه؟ بالميل على الساعه. طب الار ده نص قطر، ده نص قطر. تمام، طيب السي اللي هي كانت في القانون ده، السي ديت اللي هو معدل التسارع للعجل، قال لك ده بنفرضه من 1 لـ3. تمام، فهو هنا فرض وقام راح مطلع لك القانون في الاخر، مفيش في السي. تمام كده، يبقى القانون بالنسبه لنا هو ايه؟ هو ال ال هتساوي 1.6 الفي اس 3 على الار. تمام كده، طيب نيجي بعد كده، انا مجمع لك معظم القوانين اللي احنا استخدمناها في الهوريزونتال كيرف لحد دلوقتي. اول حاجه كان طول الوتر اللي هو ال سي كان 2 ار بساين دلتا، دلتا على 2، ده احنا خدناها من السكشن اللي فات. تمام، طب ال اللي هو طول المنحنى هيساوي الار في الدلتا في الباي على 180. طيب الام، فاكر الام اللي هي كانت المسافه الداخليه، كانت الار في 1 ناقص كوزين الدلتا على 2. طب الاي كانت المسافه الخارجيه اللي هي الار في 1 على كوزين دلتا على 2 ناقص 1. طب الاستيشن بتاعت البي سي هيساوي الاستيشن بتاعت البي اي ناقص التي، والاستيشن بي سي كانت بتساوي الاستيشن بي سي زائد ال ال. تمام، طيب الام بقى اللي احنا لسه حاسبينها النهارده، الام اللي هي المسافه من العائق حتى مركز الحاره الداخليه، هتساوي الار في 1 ناقص كوزين 28.65 في الاس على الار. بس الار ديت احنا قلنا الار ده لحد ايه؟ لحد برضه منتصف الحاره الداخليه. تمام، والاس ديت اللي هي ايه؟ اللي هي الاستوبنج سايد ديستانس. تمام، وخدنا برضه العلاقه اللي احنا هي الار مينيمم بتساوي الفي سكويرد على 15 في الاي ماكسيمم زائد الاف، زائد الاف ماكسيمم، هي نفس العلاقه دي هندسه، اللي هي الاي زائد الاف اس بتساوي الفي سكويرد على 15 الار. ولسه واخدين دلوقتي المينيموم لينس اوف سبايرال اللي هو ال بيساوي كام؟ 1.6 الفي تكعيب على الار. تمام، يبقى دي معظم القوانين اللي احنا هنستخدمها في حل المسائل دلوقتي. تمام، طب نبتدي بقى نخش على المسائل بتاعت الشيت.
قبل ما نخش على المسائل، بس في حد مش فاهم اي حاجة من اللي فوق؟ باشمهندسين، في حد مش فاهم اي حاجة لحد دلوقتي؟ لا تمام يا باشمهندس. نيجي على مسائل الشيت بقى. مثال رقم 4 كان بيقول لك ايه؟ بيقول لك جيفن هوريزونتال كيرف 1360 فيت راديوس، يعني مديك الار تمام؟ استيميت باشمهندس بعد إذنك، أنا آسف، يعني هو كان النت فصل وحضرتك بتشرح في السبايرال، ممكن بس لو مفيهاش يعني زعل تعيد السبايرال؟ طيب بسرعة يا هندسة. ماشي تمام. بص يا هندسة، هو السبايرال ده احنا قلنا ايه؟ قلنا ده منحرف، ده منحنى انتقال هينقلني من الخط المستقيم لحد الهوريزونتال كيرف بالنسبه لي تمام. كل اللي انت مطلوب منك ان انت تعرفه في السبايرال ده ايه هندسه؟ اللي هو طول السبايرال. طول السبايرال كيرف ده هنجيبه ازاي؟ الطول بتاعه اللي هو ال هتساوي 1.6 في الفيتا كيب على الار تمام. طيب ال ده اللي هو ايه؟ اللي هو طول السبايرال، والسبيد ده السرعه بالميل على الساعه تمام، والار الار ده نص القطر تمام بالقدم تمام كده. طيب السي اللي كانت هنا، والقانون كان في الاصل كان 3.15 في على الار في السي، بس قال لك ان السي ديت معدل التسارع في العجله، وقال لك ده احنا بنفرضه من 1 ل 3 قدم تمام. فهو شال السي عوض عنها ب 2 تقريبا تمام، طلع منها ان ال هيساوي 1.6 بالفيتا كيب على الار تمام. طيب نيجي بعد كده، دي قلنا دي القوانين اللي احنا هنستخدمها في معظم الهوريزونتال كيرف تمام. دي كنت انا مجمع لك معظم القوانين اللي احنا هنستخدمها، اللي هي القوانين اللي احنا خدناها المره اللي فاتت تمام، اللي هو طول الوتر اللي هو الاثنين ار ساين دلتا على الاثنين، وطول المنحنى والام كان بيساوي الار في 1 ناقص كوزين دلتا على الاثنين، والاستيشنات اللي احنا كنا شرحناهم السكشن اللي فات تمام. ودي القانون بتاع الام اللي احنا لسه واخدينه النهارده، اللي هو الام في بيساوي الار في 1 ناقص كوزين 28 65 في الاس على الار تمام، والاي زائد الاف بيساوي الفي سكوير على 15 ار، اللي هو احنا كنا مستنتجين منه قانون الار مينيمم بيساوي في سكوير ده على 15 الاي ماكسيمم زائد الاف ماكسيمم تمام. وده القانون بتاع المينيمم لينس اوف سبايرال تمام. طيب قلنا هنخش على المسائل، وقلنا هنخش على المسألة رقم 4. هو هنا كان مديك الـ R ب 1360 في المسألة، كان مديك جيفن هوريزونتال كيرف ويز 1360 فيت، بيقول لك استيميت ذا مينيمم لينث اوف سبايرال نيسيسري فور سموث ترانزيشن فروم تنجنت الاينمنت تو ذا سيركيولار كيرف، يعني بيقول لك احسب لي اقل سبايرال كيرف تمام، بحيث ان يبقى عملية الانتقال من التنجنت الاينمنت للسيركيولار كيرف تكون ناعمة او سهلة يعني تمام. وديك الديزاين سبيد بكام؟ وديك الديزاين سبيد ب 60. والله كل اللي احنا هنعمله، احنا عندنا القانون اهو، ال اس هيساوي 1.6 في الفيتا كيب على الار، هو مديني الفي بكام؟ خد بالك من الوحدات يا هندسه، 60 مل في الساعه تمام، ومديك الار اهوت ب 1360، يبقى كل حاجه هتعوض. ادي 1.6 في الفيتا كيب اللي هي 60 تكعيب على 1360، هيطلع لك ان ال اس بكام؟ اللي هو ال سبايرال 254 و12 من 100 ادم تمام. طيب نيجي على مثال رقم 5، بيقول لك يو ار اسكت تو ديزاين هوريزونتال كيرف تو كونكت تنجنت ذات انترسكشن ات 40 درجه، يعني هو بيقول لك ان انت عايز تصمم هوريزونتال كيرف تمام، والكونكشن الكونكت تنجنت ذات انترسكت يعني زاويه التقاطع بتاعتهم كام؟ 40 درجه، فور ا تو لين رود واي، بيقول لك ده طريق تو واي تمام، ويديك عرض الحاره ب 10، بيقول لك الديزاين سبيد 65 ميل في الساعه، والماكسيمم الاوبل سوبر اليفيجن 6 من 100 تمام. بقول لك جيف ذا ريديوس، يعني هات النص القطر، وعايز الديجري اوف كيرفتشر اند لينث اوف كيرف ذات يو ويل ريكومند، وطول الكيرف اللي انت عايزه تمام. طيب هو مديني ايه هندسه؟ هو مديني زاويه التقاطع ب 40، يعني لو انا عملت لو انا رسمت المنحنى كده، قال لي زاويه التقاطع ده هي ب 40، واحنا شغالين على زاويه التقاطع ولا شغالين على الدلتا؟ هو مديني دي ب 40. طيب احنا عايزين الدلتا اللي هي دي، مش الدلتا دي هي كان بتساوي الزاويه دي تمام. طب الزاويه دي هتساوي كام؟ هتساوي 180 ناقص ال 40 تمام، يبقى الدلتا عندنا هتطلع بكام؟ هتطلع ب 140 تمام، لان هو قايل لي زاويه التقاطع الممسين، زاويه التقاطع الممسين اللي هي ال 40 تمام. انا عايز الدلتا، الدلتا هتبقى بكام؟ 180 ناقص ال 40 يبقى 140، يبقى انا معايا الدلتا ومعايا السرعه ب 65 تمام، ومعايا الاي ب 6 من 100 تمام. طيب انا عايز ايه؟ هو بيقول لك احسب لي الار، واحسب الديجري، واحسب ال. طب الار هنجيبها منين يا هندسه؟ مش احنا لسه عندنا القانون اللي هو الاي زائد الاف اس
بتساوي الفي سكويرد على 15 ار. طب الاي فين؟ الاي هو مديها لي ب 6 من 100 اهيت. طب الاف اس قلنا هنفرضها، نفرضها بكام؟ بال 12 من 100 تمام. والفي سكويرد هو مديها لي ب 65، يبقى مجهول عند مين؟ الار بس. يبقى الار هتساوي كام؟ 1564 81. طب بعد كده وعايز الديجري، طب الديجري هتجيبها منين؟ مش انت عندك علاقه ان هي الار بتساوي 5729 58 على الديجري؟ طب من الار انا جبتها تمام، يبقى اجيب من هنا الايه؟ الديجري هتطلع 366. بعد كده عايز طول المنحنى، طول المنحنى كان بيساوي ايه من القوانين هنا؟ هي ال ال هتساوي ار في دلتا في باي على 180 تمام. انا معايا الار ومعايا الدلتا تمام، اجيب منها الايه؟ اجيب ال ال سي تمام كده. اللي عنده اي مشكله يا باشمهندسين يقول، احنا اصل الوقت يعني ضيق واحنا عندنا امثله كتير عايزين نحلها بس تمام. طيب نيجي على المثال رقم 6، بيقول لك ايه؟ بيقول لك a corner of building is situated adjacent to horizontal curve، يعني في ركن مبنى تمام الار بتاعته بكام؟ الار بتاعت الكيرف ب 60 قدم تمام، و10 feet from the edge of the two lane. يعني هو الكورنر ده بيبعد كام؟ بيبعد 10 قدم تمام عن الايدج اوف ذا تو لين، يعني عن الايدج تمام. ومديك هنا ان عرض الطريق كام؟ ب 8 قدم. تقدر مايند اف ذا ستوبنج سايد ديستانس از بروفايدد فور ذا كيرف تمام. بيقول لك هل الستوبنج سايد ديستانس دي بروفايدد ذا كيرف، يعني متحققه على الكيرف ولا لا؟ وبيقول لك افرض ان السرعه التصميميه بكام؟ ب 15 ميل في الساعه. وبيقول لك افرض ان الميل بزيرو تمام. طب نيجي هنا، هو هنا مديني كام؟ مديني الار ب 60 قدم تمام، ومديني الدبليو لين بكام؟ ب 8 قدم تمام. بقول لك ديترمينت اف ذا سوبنج سايد ديستانس از ابروف از بروفايدد، يعني متحققه على الكيرف ده ولا لا؟ وبقول لك افرض ان السرعه التصميميه ب 15 متر في الساعه. طب يا هندسه هو مديني ايه؟ قال لك هنا هو مديني، بيقول لي اكورنر اوف بيلدينج تمام از سيتويتد ادجازنت 10 قدم منين؟ من الايدج اوف تو لين، يعني مديني ان الكورنر ده بيبعد مسافه قد ايه؟ 10 عن الايدج. في المساله اللي احنا كنا حليناها كان مديني ان ده بيبعد عن السنتر لاين بتاع الطريق تمام. يبقى ده بيقول لي بيبعد 10 قدم عن الايدج. طيب انا عايز الام، يبقى الام هتساوي ايه؟ هتساوي ال 10 قدم ده زائد نص عرض الحاره الداخليه دي تمام. يبقى الام ده هتساوي كام؟ هتساوي 10 زائد 10 زائد الاربعه، مش هو قال لي عرض الحركه كام؟ 8. يبقى انا هزود على ال 10 ديت كام؟ 4، جبت من هنا الام تمام كده. طيب الار داش، يبقى الام هتساوي 10 زائد ال 4. طب الار داش هتساوي ايه؟ هو الار داش ده، هو الار ده نص القطر لحد فين؟ لحد نص المنحنى. طب انا عايز الار داش، يبقى الار داش ناقص نص العرض الحر تمام كده. يبقى الار داش هتساوي 60 ناقص ال 4. نيجي من هنا، احنا عندنا القانون اللي هو الام بيساوي الار داش في 1 ناقص كوزين 28 65 في الاس على الار داش. احنا معانا ايه؟ معانا الام ومعانا الار داش. نحسب من هنا الايه؟ الستوبنج سايد ديستانس هتساوي 81 قدم تمام. طب حد بس مش فاهم حته الام داش دي جبناها ازاي؟ الام والار داش جبناها ازاي؟ باشمهندسين حد مش فاهم دي؟ طيب هو هنا كان مديني المسافه لحد الايدج بالنسبه لي، فانا زودت نص الحر عشان اجيب الام، والار اصلا اوريدي هو كان لحد السنتر لاين، لحد السنتر لاين الطريق، فانا طرحت من نص عرض الحر عشان اجيب الايه؟ علشان اجيب الار داش. فانا معايا الام ومعايا الار داش، اجيب منها الستوبنج سايد ديستانس. طيب هو بيقول لي هل الستوبنج سايد ديستانس دي متحققه على الطريق ولا لا؟ ومديني ان السرعه التصميميه بكام؟ ب 15. طب انا اعمل ايه؟ انا هجيب السرعه اللي المفروض تحقق لي السوبنج سايد ديستانس دي. والله لو السرعه دي طلعت اكبر من السرعه التصميميه يبقى خلاص هي فعلا متحققه تمام. يبقى ديت الايه؟ دي الديزاين. طب السرعه اللي عايز اللي تحقق لي السوبنج سايد ديستانس دي هجيبها ازاي؟ السوبنج سايد ديستانس بتساوي 1.47 من 100 في الفي في التي زائد الفي سكوير على 30 في الاف زائد او ناقص الجي تمام. يبقى 1.47 من 100 في الفي في التي ب 2.5 في الفي سكوير على 30 في الاف، احنا بنفرضها 34 يا 35 من 100 تمام، زائد الصفر لان هو قال لي الميل بصفر تمام. يبقى طلع من هنا الفي طلعت بكام؟ ب 15.57
طب الفيل اللي هو منتهي ان هي هتمشي بيها 15، يبقى فعلا السوبنج سايد ديستانس متحققه على المنحنى ده، تمام. يبقى اللي بقينا السرعه اللي طالعه معايا، السرعه اللي طالعه المطلوبه للسوبنج سايد ديستانس بتاعه المنحنى هي اكبر من السرعه التصميميه، يبقى ده سيف بالنسبه لي، تمام. طب يا هندسه، في كده علاقه كده ممكن نجيب منها على طول السوبنج سايد ديستانس بدل ما نخش في القانون ده، بس دي حاجه تقريبيه. يعني القانون اللي هو في الجنب ده حاجه تقريبيه، انما اللي احنا هنشتغل عليه في الامتحان ايه هو ده، تمام. القانون ده بيقول لك ايه، الام هتساوي الاس سكوير على 8 على 8 الار. الام ديت اللي هي اللي احنا حسبناها ب 14، تمام، هتساوي الاس سكوير، تمام، على 8 في الار. الار ده اللي هو نص القطر كله، هيطلع لك من العلاقه دي ان الاس بيساوي كام، 81 98%. احنا كنا مطلعينها كام، 81. يعني ده بس علشان تشيك على نفسك وانت شغال، انما اللي هتحطه فين في الامتحان او اللي انت هتعوض بيه في الامتحان هو القانون ده، تمام. ده كده علاقه تقريبيه كده، تمام، تطلع منها الاس عشان تشيك على نفسك بس مش اكتر، تمام. طب نيجي على مسألة 7، بقول لك ايه، بقول لك a horizontal curve on two way in two lane highway is designed with 2000 feet radius، يعني نص القطر 2000، ومديك 12 feet للينز، يعني عرض الحركة كام، ب 12 قدم، تمام، and 60 ميل في الساعة designed speed، ومديك السرعة ب 60 ميل في الساعة، تمام. عايز يحسب ايه، بقول لك determine the distance that must be cleared from the inside edge، يعني عايز يحسب المسافة اللي تكون فاضية خالص من ال inside edge، تمام، of the inside lane to provide sufficient side distance for minimum stopping side distance. يعني عايز ايه، عايز الطريقه الثانيه اللي احنا لسه الطريقه اهوت بالنسبه لي فاضي، فهو عايز يحسب المسافه منين، من ال inside edge، يعني عايز يحسب المسافه من هنا لهنا، تمام. طيب احنا نعرف نجيب ايه، احنا نعرف نجيب الام اللي هي المسافه من الكرر ده لحد نص الحاره الداخليه، والله مجرد ما جبت الام اعرف اجيب منها الاس اللي هي المسافه منين، من ال inside edge لحد العائق، تمام كده. طيب اول حاجه هنروح نحسبها، هنحسب ايه، هنحسب الار داش. هو هنا قايل ان هو حارتين، وقايل ان الحاره عرضها كام، عرضها 12 قدم، تمام، ومدين الار بكام، ب 2000، تمام. يبقى الار داش هتساوي ايه، هتساوي 2000 ناقص نص عرض الحاره اللي هو كام، اللي هو 6، يطلع 1994، تمام. طيب نيجي نحسب بقى بعد كده، احنا عايزين الام. طب القانون بتاع الام بيساوي ايه، الار داش في 1 ناقص كوزين 28.65 من 100 في الاس على الار داش. طب انا دلوقتي معايا الار داش، فعشان اجيب الام اجيب مين الاول، اجيب الاس. طب اجيب الاس منين، ما انت عندك هندسه القانون للاستوبنج سايد ديستانس بيساوي 1.47 من 100 في الفي في التي زائد الفي سكوير على 30 في الاف زائد او ناقص الجي. ما انا معايا الفي، الفي هو مديها لي بكام، ب 60، احسب من هنا لايه، الاستوبنج سايد ديستانس، تمام. حسبت الاستوبنج سايد ديستانس، بقى معايا الاس ومعايا الار، اروح احسب منها الام، يبقى الام هتطلع معايا ب 20.58 من 100 قدم، تمام. احسب منها الاكس هتساوي كام، هتساوي ال 20.58 ناقص نص عرض الحاره، علشان هو عايزها منين، هو قال لك عايزها من الانسايد ايدج، تمام. يبقى الاكس ده هتساوي كام، 20.58 ناقص 6 هيطلع 14.58، تمام. يبقى ده تطبيق على الحالتين اللي احنا قلنا عليهم، اللي هو لو العائق مش موجود واحنا عايزين نحدد المسافه اللي يبتدي من عندها يبقى فيه اي عائق، تمام، والمساله اللي فوق التطبيق على ان العائق موجود اصلا واحنا عايزين نشوف الاستوبنج سايد ديستانس هيمشي بسرعه قد ايه، تمام كده. طب نيجي على مثال 8، بيقول لك horizontal curve is being designed through a mountainous terrain، يعني على منطقة جبلية، مديك ان هو كام حارة، 4 لين، 4 حارات، تمام، وعرض الحارة كام، ب 10 قدم، مديك السنترال انجل از نون تو بي 40 درجة، تمام، the tangent distance is 510، ومديك ان طول التنجنت بكام، ب 510 قدم، تمام، ومديك الاستيشن بتاعة البي اي ب 2700، تمام،
ومديك الكوفيشنت ب 82 من 1000، ومديك ان السوبر اليفيشن بالنسبه له 9 من 100. طب هو عايز ايه؟ بيقول لك ديترمايند ذا ديزاين سبيد اند ستيشن بتاعت البي سي والبي تي، يعني عايز يحسب الديزاين سبيد اللي هي السرعه، السرعه التصميميه على المنحنى ده، تمام، وعايز يحسب البي سي والبي تي. يجي هنا هو مدينا ايه؟ هو مدينا الدلتا بكام؟ ب 40، ومدينا التي ب 510، ومدينا ان هو 4 حارات، ومدينا اللين ويدث بكام؟ ب 10 عدد، تمام، ومدينا الاستيشن، ومدينا السايد فريكشن، ومدينا الاي، تمام. طب هو عايز يحسب الايه؟ عايز يحسب الفي. الهندسه مجرد ما تشوف ان هو مديك السوبر اليفيشن اللي هو الاس ده اللي هو الاي، مجرد ما تلاقي ان هو مديك الاي اعرف ان انت هتعوض في العلاقه دي، تمام. الاي زائد الاف اس هتساوي الفي سكوير على 15 الاو. طب هو عايز الايه؟ عايز الفي، مش هو عايز هنا السرعه التصميميه، تمام. انا معايا الاي ومعايا الاف اس، عايز اجيب الاول الايه؟ الار. طب الار اجيبها منين؟ ما هو مديني الدي الدلتا، ومديني التي اللي هو طول المماس، مش هعرف اجيب منه الار، ما هي التي بتساوي الار في تان دلتا على الاثنين، تمام. انا معايا التي ومعايا الدلتا، اعرف اجيب منين الار؟ هتطلع ب 1401. ارجع اعوض في المساله ديت الاي ب 9 من 100 هو مديها لي، والاف اس ب 82، تمام، والار ب 1401، ده اجيب من هنا الفي هتطلع ب 60 ميل في الساعه، تمام كده. طيب هو عايز الاستيشن بتاعت البي سي، تمام، والاستيشن البي تي. طب الاستيشن بي سي هتساوي ايه؟ قال لك هتساوي الاستيشن بي اي ناقص التي، تمام. قلنا لو هو ما اداناش الاستيشن كام، فاحنا بنفرضها ب 100 قدم، تمام. يبقى هو هنا بيقول عند الاستيشن 2700، يبقى ده هيبقى كام؟ يبقى هنا 270000 هنضرب في 100 ناقص التنجنت، هو مديهولي بكام اصلا؟ 510، تمام. هتجمع الاثنين هيطلع عندك ان ديت الاستيشن دي ب 2694 زائد ال 90، تمام. طيب عايز الاستيشن بتاعت البي سي، ده هتساوي الاستيشن بي سي زائد ال كيرف اللي هو طول المنحنى. طب ما نروح نحسب الاول طول المنحنى، تمام. طول المنحنى هيساوي ايه؟ هيساوي الار في الدلتا في الباي على 180، هيطلع ان طول المنحنى 978 و23 من 100 ادم، تمام. نرجع هنا نعوض فين؟ نعوض في الاستيشن بتاعت البي تي، هتساوي الاستيشن بتاعت البي سي زائد ال ال كيرف، تمام كده. طيب المثال ده هندسه بيقول لك ايه؟ بيقول لك سيركيولار كيرف كونكتس تو تنجنت تو لين ان ديفايدد هاي واي، يعني طريق حارتين، ذات ديفليكت ات انجل اوف 54، تمام. يبقى الديفليكشن انجل بكام؟ ب 54. اف ذا بوينت اوف انترسكشن از ات ستيشن 347 في 38 ونص زائد 38 ونص، ويديك الديزاين سبيد ب 70 اند السوبر الفيشن بكام؟ ب 8%، تمام. طب هو عايز ايه؟ بقول لك ديترمايند ذا ميدل اوردينيت اللي هي الام اند اكسترنال ديستانس اند ذا لونج كورد، وعايز طول الوتر، تمام. وبعد كده بقول لك ديترمايند ذا ستيشن البي سي والبي تي اند ديفليكشن انجلز فور سيتنج اوت ات 100 قدم، كل 100 قدم، يعني عايز الديفليكشن انجلز فور سيتنج اوت ات 100 قدم ستيشن فروم البي سي، تمام. بعد كده بقول لك درو تو ريزنبل سكيل ذا بروجريس اوف اوبتينت ذا ريكوايرد سوبر اليفيجن ومن ريفولفنج ذا بيفمنت اراوند ذا ايه؟ ذا سنتر لاين. يعني بقول لك ارسم كده، تمام، ان احنا عايزين نحقق السوبر اليفيجن ده، وقال لك اننا ندوران حوالين ايه؟ حوالين السنتر لاين، تمام. طيب نيجي على اول حاجه. هو عايز يحسب الايه؟ الميدل، وعايز يحسب الاكسترنال، وعايز يحسب طول الوتر. يبقى اول حاجه لازم يبقى معانا هندسه، قلنا عشان نخش على القوانين دي كلها يبقى لازم معانا يكون معانا نص القطر، ويبقى معانا الدلتا. طيب الدلتا هو مديها لي، طب نص القطر اجيبه منين؟ هجيبه من القانون ده اللي هو الار مينيمم بيساوي في سكويرد على 15 في الاي زائد الاف. طيب الاف هو مديها لي، احنا هنفرضها، كنا بنفرضها 12 من 100، مش مشكله لو فرضها هنا ب 1 من 10، تمام. طب الفي هو مديها لي ب 70 ميل في الساعه، تمام. اعوض في القانون ده، اجيب من هنا الايه؟ اجيب من هنا الار. بعد كده اعوض في القانون العاديه بتاعتي اللي هو الام هيساوي في ار
هيساوي ار في 1 ناقص كوزين دلتا على الاثنين، تمام. هجيب من هنا الام هتطلع 197، والاي اللي هي ار في سك اللي هي 1 على الكوزين ناقص 1، هيطلع من هنا الاي بيساوي كام؟ 222 من 222 قدم، تمام. والسي اللي هو طول الوتر كان 2 ار ساين دلتا على الاثنين، تمام. يبقى هيساوي كام؟ هيطلع في الاخر 1647 81 من 100 قدم. طيب بعد كده هو عايز الاستيشن بتاعت البي سي وبتاعت البي تي، تمام. الاستيشن بتاعت البي سي بيساوي ايه؟ الاستيشن بي اي ناقص التي. يبقى نجيب التي الاول، التي اللي هو الار في تان دلتا على الاثنين، تمام. هيطلع معايا 924، تمام. وبعد كده نجيب طول المنحنى علشان نجيب منه الاستيشن بتاعت البي تي، يبقى طول المنحنى هيطلع بكام؟ هنعوض الباي في ار في دلتا على 180، يبقى 1710، تمام. نعوض بقى في القانون في العلاقه بتاعتنا بتاع الاستيشن بي سي والاستيشن بي تي، تمام، ونحولهم في الاخر للاستيشنات، تمام. ده كله احنا حلينا عليه كام مساله. طيب نيجي بعد كده هندسه على المطلوب ده. هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك عايز الديفليكشن انجلز فور سيتنج اوت ات 100 قدم ستيشن فروم بي سي، يعني عايز الديفليكشن انجل لكل ستيشن 100 قدم، تمام. طب دي نجيبها ازاي هندسه؟ احنا اول حاجه احنا بعد ما عوضنا هنا طلعنا ان الستيشن بتاعت البي سي بكام؟ ان الستيشن بي سي هتبقى على 338 و13 81، والستيشن بي تي طلعت على 355 و24 23. طب هو عايز ايه هندسه؟ هو عايز الديفليكشن انجل لكل 100 قدم، تمام؟ يعني عايز الديفليكشن انجل لكل مسافه اسمها لكل مسافه 100 ايه؟ 100 قدم. طب هي المسافه اللي كانت مقابله، الزاويه اللي كانت مقابله لزاويه 100 قدم دي كان اسمها ايه؟ مش كان اسمها الدي اللي هي درجه المنحنى، تمام. يبقى اول حاجه احسبها لايه؟ هحسبها الدي. الدي كان بيساوي كام؟ 5730 على الار، تمام. والار معانا يبقى الدي هتطلع بكام؟ ب 3 و16، تمام. يبقى 3 و16 ديت الايه؟ الديجري بتاعت المنحنى اللي طول مقابل 100 قدم، تمام. طيب اجي بعد كده هندسه احنا بنعمل ايه؟ هو دي لازمتها ايه؟ احنا بنيجي هندسه نقسم المنحنى ده، تمام، لكام ستيشن. يعني زي ما قلنا قبل كده انا هنا عندي دي نقطه البدايه، تمام، اللي هي البي سي. بفضل اقسم المنحنى ده لستيشنات بحيث ان هو يسهل عليا توقيعه في الموقع هناك. لما اجي اوقعه هناك بقسمه لستيشنات لحد ما اوصل لايه؟ البي تي، تمام. طيب طول الاستيشن دي كام؟ قلنا طول الاستيشن دي 100، يعني الاستيشن دي 100 واللي جنبها 100 واللي جنبها 100 واللي جنبها 100. طب طول اول خط ده كام؟ يعني طول اول جزء من المنحنى ده كام؟ تمام. احنا قلنا البي سي دي كام؟ 338 زائد، يبقى هنا طيب انا عايز احسب ايه هندسه؟ انا عايز احسب الزاويه المقابله، تمام، لطول الجزء ده. الجزء ده مش 100 قدم، تمام. امال الجزء ده كام؟ مش احنا قلنا الاستيشن بتاع ديت طلعت معانا كام؟ طلعت معانا 338 و13 81، تمام. يعني يبقى 13 81 لحد هنا. انا عايز اوصل مثلا للاستيشن اللي بعد كده، يعني الاستيشن اللي بعد كده على بعد كام؟ على بعد 100 قدم، تمام. طيب انا هنا واقف عند على بعد 31 اللي هو الجزء ده 13 81، تمام. يبقى الحته دي هتساوي كام؟ الحته اللي فاضله دي هتساوي 100 ناقص 13 81، تمام. يعني انا عند البي سي ديت على واقف على الاستيشن كام؟ 338 و13 81، 338 زائد ال 13، تمام، 81. تمام. سمعنا يا باشمهندسين؟ باشمهندسين سمعني؟ تمام يا باشمهندس. طيب انا عندي البي سي دي واقفه عند الاستيشن كام؟ 338
تمام و13.81. انا عايز اوصل للاستيشن اللي بعد كده اللي هي كام، اللي هي 389. يبقى المسافه دي كام؟ هتبقى 100 ناقص ال 13.81. الصوت بيقطع قدامنا. بتقول ايه هندسه من السماء؟ لا انت مش سامع. الصوت بيقطع يا باشمهندس. طيب هنا يا باشمهندس ان البي سي ديت عند الاستيشن كام؟ 338 تمام و13.81. انا عايز اوصل للاستيشن ديت 339 تمام. يبقى المسافة من هنا لحد هنا كام؟ مش الاستيشن اصلا 100 تمام. يبقى 100 ناقص ال 13.81 تمام. يبقى المسافة من هنا لهنا هتساوي 13.81. طيب يا هندسة هي الاستيشن بتاعت البي سي ديت كام؟ الاستيشن بتاعت البي سي عند ال 305 عند ال 355 و24 23 تمام. يبقى الاستيشن اللي هنا ديت عند 355 زائد 24 23 تمام. من عند الاستيشن هين اللي هي البي سي دي. طب الاستيشن اللي قبلها كانت على كام؟ يعني الاستيشن اللي هنا دي كانت رقمها كام؟ كانت 344. 305. يعني الاستيشن اللي كانت في الاول دي كانت 355 تمام. دي كام يا هندسه؟ من ال 355 لحد ال 355 زائد ال 24 23. المسافه بتاعت الحته ديت 24 23 تمام يا باشمهندس. الناس معايا ولا تاهت؟ معلش تاني واحده منهم كده يا باشمهندس. تاني الحته الاخيره دي تمام. يعني هندسه احنا قلنا احنا بنقسم المنحنى ده لاستيشنات، كل استيشن عباره عن 100. انا اول استيشن بتاعتي كانت 338 تمام زائد 13.81. الاستيشن اللي بعد كده هتبقى كام؟ هتبقى 9 339 340 341 342 343 لحد ما اجي في الاخر انا عايز اوصل لاستيشن كام؟ عايز اوصل لاستيشن 355 زائد 24 23. يبقى الاستيشن اللي قبلها كانت كام؟ كانت 355 صح؟ يبقى هنا الحتة ديت هتبقى طولها كام؟ هنا هيبقى الطول بتاع الجزء ده هيبقى 24 23 من 100 أدى تمام يا باشمهندس؟ باشمهندس هو حضرتك في الاستيشن بتزود واحد ولا 100؟ في الاستيشن يا باشمهندسة المية بالنسبة لي واحد، مش احنا قلنا الستيشن واحدة بمية قدم ايوه تمام. تمام. طيب يبقى احنا قلنا الطول الاولاني ده هيطلع كام؟ هيبقى 100 ناقص ال 13.81. طب طول الجزء الاخير اللي في القوس هيبقى ال 24 اللي هو طول الجزء الصافي ده اللي هو ال 24 23 تمام. طيب انا عايز احسب الديفليكشن انجل لكل طول من دولت تمام. انا عندي اول حاجه الديفليكشن انجل بالنسبه لطول قوس 100 كان العلاقه بتاعته اللي هي الديجري كانت بتساوي 5730 على الار. طلع من هنا ان درجه المنحنى بكام؟ ب 3.16 تمام. طب اجي اعمل بقى علاقه، انا عندي الطول 100 قدم، الزاويه المقابله ليها اللي هي الدي اللي انا جبتها 3.16. يبقى الطول اللي انا عايز اجيب الدرجه بتاعت الجزء الاولاني بتاع الجزء الاولاني للمنحنى والجزء الاخير للمنحنى اللي هو هيبقى عباره عن ال، ال ده معايا انا عرفته اللي هو ال واحد هيطلع بكام؟ ب 86.19 اللي هو 100 ناقص ناقص 13.81 تمام. يطلع ان ال 1 هتساوي كام؟ 86.19 وال ال 2 اللي هو اخر جزء اللي هو ال 24 23 تمام. اجي اعمل طرفين في وسطين، والله انا عندي ال 100 قدم قصادهم 3.16 يبقى 86.19 قصادهم زاويه قد ايه؟ هيطلع ان الدلتا 1 ب 2 72 تمام. طيب بعد كده انا عايز ال ال 2، عايز الدلتا المقابله لايه؟ ل ال 2. انا عندي ال 100 قدم الزاويه المقابله ليهم 3.16
يبقى ال 24 23 الزاوية المقابلة ليهم كام؟ هتطلع 76% درجة، تمام؟ طيب نيجي بعد كده هنعمل جدول كده، تمام، نكتب فيه الاستيشن ونكتب فيه الطول المقابل ليه، تمام. نيجي هنا من الاستيشن الاولانيه اللي هي 383 338 و13 81، لسه ما كانش لسه بدأ، تمام، انما بدأ من اول 339. الطول المقابل ليهم كام؟ الطول 86 و19، تمام، وهكذا بقى من 339 ل 340 100 قدم، من 341 يبقى 100 قدم، ل 342 100 قدم، لحد ما اوصل للاخر من 355 لحد اخر ستيشن انا عايز اللي هي 355 زائد 24 23، الطول اللي كان مقابل ليهم كام؟ 24 23%، تمام. طيب اجي بعد كده عايزين نعمل ايه؟ نجيب الدلتا. نجيب الدلتا المقابل. طب الدلتا يا هندسه، مش احنا كنا بنقول ان المنحنى ده لو كانت ديت كلها الدلتا كانت الحته اللي هنا دي كانت الدلتا على الاتنين، تمام. طيب الدلتا دي بقى اسمها ديفليكشن، يبقى الزاويه من هنا اسمها ايه؟ اسمها ديفليكشن على الاتنين. يبقى اول حاجه بالنسبه لي هنا، هنا ما كانش فيه ديفليكشن، ما كنتش لسه دخلت المنحنى، يبقى عند الاستيشن 339 عند الاستيشن اللي هي واحد هنا ديت، الزاويه اللي هنا كان اسمها ايه؟ الزاويه الاولانيه هنا كان اسمها دلتا، يبقى الزاويه اللي هنا دي اسمها ايه؟ يبقى اسمها دلتا على الاثنين. انا كنت حسبت الدلتا اسمها كانت كام؟ كانت طالعه معايا فوق من هنا 272، تمام؟ يبقى الدلتا ديت هتساوي كام؟ 272 على الاثنين تطلع 136. طيب عند الاستيشن اللي بعدها، تمام؟ عند الاستيشن اللي بعدها انا اتنقلت هنا، ده منحنى تاني خالص، تمام؟ والله هجيب الزاويه، هجيب الزاويه اللي هنا دي هتبقى دلتا على الاثنين اللي هي الديجري على الاثنين، الديجري كانت طالعه معايا بكام؟ ب 316 على الاثنين زائد الزاويه اللي قبلها، تمام؟ يبقى 316 على 2 زائد ال 136. طب نيجي على اللي بعدها، يبقى برضه دلتا على 2 زائد الزاويه اللي قبلها اللي هي ال 294. بعد كده اللي هو الديفليكشن اللي هي درجه المنحنى على 2 زائد ال 452 اللي هي اللي قبلها. يعني بجيب الدرجه بتاعت الجزء ده واجمع عليه اللي قبله. تمام؟ افضل ماشي كده هندسه لحد ما اوصل للاخر خالص، هاجي في الاخر خالص اجيب اللي هي الدلتا على 2 اللي انا جبتها اللي هي الأخيرة دي اللي هي 76% على الاتنين زائد المجموعة الزوايا اللي فوق اللي هي 26 62، هيطلع لي درجة اللي هي ايه؟ 27 درجة اللي هي بتاعة المنحنى اللي هو كان مديها لي هنا اللي هي الدلتا بتاعة المنحنى، اللي هي الدلتا بتاعة المنحنى على كام؟ على الاتنين، تمام؟ يطلع لي اللي هي التوتال الزاويه اللي كانت هنا دي كلها اللي هي الدلتا على الاتنين، مش الدلتا كلها كانت حوالي 54، الدلتا كانت 54، تمام. يبقى الدلتا دي كلها تطلع دلتا على الاتنين تطلع كام؟ 27 درجه، تمام. طب هندسه، واحنا بنعمل ده كله ليه؟ يعني احنا ليه بنحسب الزوايا دي كلها وبنعمل ده كله؟ ده كله هندسه علشان لما ننزل نوقع على الطبيعه. انا بالنسبه لي معايا ايه؟ انا معايا طول الخط، معايا الخط ده موجود، تمام. طيب ومعايا انهي؟ معايا طول الخط ده، تمام. طيب عايز اوقع بقى المنحنى، احنا بنقسمه لاستيشنات، تمام. والله هندسه انا علشان اوقع، يعني انا عندي الكيرف اهوت، تمام، وعندي الطول ده وعايز اوقع نقطه هنا، تمام، هعمل ايه؟ والله انت لو قلت لي الزاويه ده هي كام والطول اللي انا همشي عليه ده هو كام لحد النقطه دي، تمام، يبقى انا وصلت للنقطه دي، تمام. فكل اللي احنا بنعمله بنعمل ايه؟ احنا بنجيب الزاويه من التنجنت ده، تمام، يعني الزاويه من التنجنت من هنا لحد النقطه اللي انا عايز اوقع عليها، تمام. واقول لك انا همشي مسافه قد ايه؟ المسافه دي اللي هي الايه؟ اللي هي الكورد اللي هي طول الوتر، تمام كده. يبقى انا همشي من هنا، هقول لك يا هندسه انا عندي الزاويه دهيت مثلا 3 درجات، يعني ميل 3 درجات من التنجنت، وامشي مسافه مثلا 20 قدم، يبقى جبت النقطه دي. بعد كده انا عايز اوقع النقطه الثانيه، عايز اوقع النقطه الثانيه مثلا هنا، فاقول لك اهو تعالى من هنا وصل كده، واقول لك ان الزاويه دي كلها وليكن مثلا بقت مثلا اللي هي ال 294 دي، تمام، يبقى الزاويه دي كلها 294 ومشي مسافه مثلا كده 186 قدم، تمام. يبقى عرفت هندسه احنا بنجيب الجدول ده، احنا بنجيبه بس علشان لما نيجي نوقع المنحنى في الطبيعه، تمام. اجي اقول لك انا اميل بزاويه كذا وامشي مسافه كذا اعرف اجيب النقطه دي، وهكذا النقطه اللي بعدها، وهكذا النقطه اللي بعدها، تمام. يبقى احنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب الديفليكشن بتاعتنا ونقسمها على الاثنين ونجمع عليها الزاويه المقابله،
تمام، هتيجي توصل في الاخر التجميع هيطلع لك ان ده التجميع ده كله الدلتا على الاتنين، تمام. بعد ما نقعد نجمع هيطلع في الاخر ان ده الدلتا على الاتنين اللي هي بتاعت المنحنى اساسا، اللي هي كانت المنحنى لما كان كده، المنحنى لما كانت دي دلتا كانت الزاوية دي كلها كام؟ الزاوية دي كلها كانت دلتا على الاتنين. تمام مش منسين، حد عنده اي مشكلة في دي؟ مش منسين، حد عنده اي مشاكل؟ بتقول ايه يا باشمهندس؟ قول تمام. نيجي بقى على مسألة للمنحنى المركب، تمام. بيقول لك ايه؟ بيقول لك كومباوند سيركيولار كيرف هافنج راديوس 8000، تمام، 8520. يعني بيقول لك ده منحنى مركب، تمام، فيه اتنين نص قطر، نص قطر الاولاني ب 8000 ونص قطر الثاني بخمس و520، قصدي او نص قطر الاولاني ب 800 قدم ونص قطر الثاني ب 520 قدم، تمام. بيقول لك استوبي ديزاين تو كونكت تو تنجنت ديفليكشن باي 60، تمام. يبقى هو هنا بيقول لك ان الديفليكشن بزاويه كام؟ بزاويه 60. ومديك الديفليكشن انجل ذا فيرست كيرف بكام؟ ب 42. ومديك البي سي سي اللي هي نقطه البي سي سي اللي هي الكيرف ده، نقطه التراكم بين الكيرف ده والكيرف ده بكام؟ الاستيشن بتاعتها ب 600 زائد 34، تمام. بيقول لك ديترماين ذا ديفليكشن انجلز اند ذا كورسبوندنج كورد لينز فور سيتنج اوت ذا كيرف، يعني عايز الديفليكشن انجل للاثنين، تمام، وعايز طول، وعايز طول الوتر. طب نعملها ازاي ده هندسه؟ هو اول حاجه هو مديني ايه؟ هو مديني الدلتا اللي هي نص، اللي هو بيقول لي ايه الديفليكشن بتاع التنجنت بتاعت الممسيه ب 70، يبقى الدلتا، يبقى الدلتا ديت بكام؟ ب 70. وبعد كده مديني الدلتا بتاع المنحنى الاولاني، يعني لو انا رسمت المنحنيين كده الدلتا بتاع الاولاني ده هو مديها لي ب 42، تمام. طيب يا هندسه، هو انا لو جيت هنا وصلت ده مماس وده مماس كده، تمام. طيب الزاويه اللي بره دي، الزاويه دي ايه علاقتها بالزاويه اللي جوه دي؟ مش لو كان ده هندسه ده كده طول الكورد، مش كانت دي دلتا على الاتنين ودي كانت دلتا على الاتنين، تمام، والزاويه دي خارجه عن المثلث ده، يبقى الدلتا دي هتساوي مجموع الاتنين، مجموع الاتنين اللي هو ايه؟ اللي هو الدلتا، تمام. يبقى الزاويه الخارجيه ديت هتساوي الدلتا اللي هي ال42. طيب ما الزاويه دي 70، يبقى الزاويه دي كام؟ 110. طب ما هي 110 ناقص ال 110 وال 42 من ال 180 يدينا ان الزاويه ده هي كام؟ يدينا ان الزاويه دي 28 درجه. طب ما هي نفس الحكايه، 28 دي زاويه خارجه، يبقى 28 ديت هي الدلتا على الاثنين بالنسبه لي دي. تمام؟ حد عنده اي مشكله في دي؟ احنا كل الحكايه حسبنا ايه؟ قلنا ان الدلتا ديت هتبقى الدلتا دي جت منين؟ ان احنا كان عندنا ديت كانت دلتا على الاثنين ودي دلتا على الاثنين ودي زاويه خارجه، فالزاويه الخارجه هتساوي مجموع الزاويتين دول، تمام؟ فدي كانت دلتا على الاثنين ودي دلتا على الاثنين، يبقى الزاويه دي هتساوي الدلتا، ونفس الكلام للزاويه دي. طب هو مديني ال 70، يبقى الزاويه دي كام؟ 110، تمام؟ طيب يبقى 110 ودي الزاويه دي كام؟ 42، يبقى الزاويه دي 28، يبقى زاويه الانحراف بتاع المنحنى الثاني يبقى 28، تمام. طيب يجي بعد كده هو عايز يحسب الايه؟ عايز يحسب ال سي اللي هو طول الايه؟ عايز يحسب طول الوتر، يبقى سي اللي هو يساوي 2 ار 1 كوساين دلتا على 2، الار 1 معانا، تمام، الار 1 معانا والدلتا معانا، هنحسب منها السي الاولاني، تمام. طيب نيجي على المنحنى الثاني، هو الار 2 مدهن 520 والدلتا 2 احنا حسبناها، تمام، ب 28، تمام، والال سي 2 هتساوي، قصدي السي 2 هيساوي 2 ار في ساين دلتا 2 على 2 هيطلع بكام؟ ب 261، تمام. طيب يعني هندسه، هو لو طلب مني بقى، لو جه في مره كده قام راح طالب مني الاستيشنات، يعني طلب مني قال لي هات لي الاستيشن بتاعت البي سي والاستيشن بتاعت البي تي والاستيشن بي اي، تمام. مش هو هنا مديني الاستيشن بتاعت البي سي سي بكام؟ ب 600 زائد 34. طب انا عايز اجيب الاستيشن بتاعت البي سي، يبقى اطرح منها طول المنحنى الاولاني ده،
تمام كده. طب عايز اجيب الاستيشن بتاعت البي تي اجمع عليها طول طول المنحنى التاني ده، تمام. طيب لو عايز الاستيشن بتاعت البي اي، يعني لو هو عايز الاستيشن بتاعت البي اي هجمع عليها المسافة دي كلها. طب المسافة دي اللي هي المماسك كل ده هتيجي ازاي؟ قال لك هنقسمها لمسافتين، المسافة الأولانية اللي هي التي اللي هو التنجنت المماس للمنحنى الأولاني، تمام، زائد المسافة التانية دي. طب المسافة التانية دي هنجيبها ازاي؟ قال لك يا هندسه هنحسبها منين؟ قال لك هنحسبها من حساب مثلثات بقى، تمام. المسافه التانية دي على ساين ال 28 هتساوي التي واحد اللي هو المماس ده، مش الطول ده كله للمماس ده، هيساوي التي واحد زائد التي اتنين، التي واحد بتاع المنحنى ده زائد التي اتنين للمنحنى ده، يبقى هتساوي التي واحد زائد التي اتنين على ساين 120. احنا كده هنعرف نجيب التي بتاع المماس ده والتي بتاع المماس ده، نعرف ما احنا معانا الدلتا والار، يبقى نجيب التي واحد ونجيب التي اتنين، تمام. يبقى المسافه الثانيه اللي احنا عايزينها ديت على ساين ال 28 هتساوي تي 1 زائد تي 2 على 110، تمام. نحسب من هنا التي، نحسب من هنا المسافه الثانيه دي، نجمعها على طول الممس اللي هو المنحنى الاولاني، تمام، يطلع لنا الممس الكلي. تمام، يبقى عرفنا احنا هنجيب الممس الكلي ده منين؟ هنقسمه لمسافتين، مسافة واحد ومسافة اتنين. مسافة واحد دي معروفة اللي هي بالنسبة لنا هنعرف نجيبها، اللي هي المماس للمنحنى الأولاني، تمام. طيب المسافة اتنين دي هنجيبها منين؟ هنجيبها من المثلث ده، تمام. الطول ده كله معروف اللي هو مسافة التي واحد زائد التي اتنين، تمام. يبقى هنجيب من حساب مثلثات اللي هي المسافة اتنين على ساين 28 هتساوي تي واحد زائد التي اتنين على ساين 110. جبت هنا المسافة التانية، جبت المماس الكل. يبقى لما يجي يطلب مني الاستيشن بتاعة البي سي هتبقى الاستيشن بي سي سي ناقص طول المنحنى ده. طيب الاستيشن بتاعت البي اي هتبقى البي سي سي ناقص التي كله، التي كله اللي احنا جبناه من هنا، تمام. طيب الاستيشن بتاعت البي تي هتساوي الاستيشن بتاعت البي سي، البي سي سي زائد طول المنحنى ده. تمام يا باشمهندسين، ده الاستيشن بتاعت البي سي هتساوي الاستيشن بتاع البي سي سي ناقص ال ال سي واحد، تمام. طيب الاستيشن بتاعت البي تي هتساوي الاستيشن بي سي سي زائد طول المنحنى التاني، تمام. طيب الاستيشن بتاعت البي اي احنا البي سي كان بيساوي ايه؟ كان بيساوي الاستيشن بي اي، تمام، ناقص طول التنجن. مش احنا هنا كان عندنا في القوانين بتاعتنا هنا الاستيشن بي سي هيساوي الاستيشن بي اي ناقص التنجنت. طيب انا عايز الاستيشن بي تي بي اي يبقى هتساوي ايه؟ الاستيشن بي سي زائد التنجنت، هنودي التنجنت الناحيه الثانيه، تمام. يبقى الاستيشن بي اي هيساوي الاستيشن بتاعت البي سي زائد التنجنت، التنجنت اللي هو ايه؟ اللي هو الطول ده كله، اللي هو الطول المماس الكلي ده كله، تمام يا باشمهندسين. حد عنده اي مشاكل؟ باشمهندسين حد عنده مشاكل؟ لا تمام يا باشمهندس. طيب احنا فاضل لنا مثال، مثال اخير مش هنلحق نخلصه النهارده، فهنبتدي ان شاء الله السكشن الجاي، مش مشكله، تمام. احنا فاضل لنا مثال اخر، مثال في الشيت اللي هو المثال رقم 10، تمام، هنحله معاك ان شاء الله في السكشن الجاي. بتقول ايه يا باشمهندس؟ حاضر يا باشمهندس، هرفع لك الشيت وارفع لك السكشن ان شاء الله.
ملف السكشن اللي فات هندسة مش موجود. اوكي ارفع عليكم الاثنين. حاضر ماشي، شكرا يا باشمهندس. يا رجالة السكشن خلص يا ابني.